مرحبا بكم، جريدة بولا إلكترونية عندنا هنا في ملعب حبيب بوعقل. معكم قادة شراكة، نائب رئيس فريق مدني وهران ومناجر او ميم طون. بون الحمد لله هذا العام رانا 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 واقفين على هذا الفريق، رانا درنا فريق ان شاء الله تركيبة بشرية مليحة ان شاء الله. بعد رانا اون بلان تحضيرات، راكم عارفين باللي البطوله راهي تاجلت وهادو من القرار من السلطات العليا. رانا في التحضيرات كيما اليوم درنا لقاء ودي مع غالي ري معسكر، ورانا في التحضيرات وخطره على خطره نديروا لقاء ودي. العام اللي فات ما يخفالكمش باللي انا ما كنتش العام اللي فات مع فريق مدني وهران. العام اللي فات شويه الموسم كان شويه صعب، وفريق مدني وهران ما كانتش تركيبه موفقه، وراهم سما العام اللي فات نجم تقول راهم سلكوا من السقوط. الحمد لله في لي ديرنيير جورني سلكت الفريق، سلك الحمد لله، وقعد في الدرجه الثالثه اماتور هاوي تروزيام ديفيزيون. هذا العام ان شاء الله قوينا، هذا العام درنا ريكروتمون انتداب شويه مليح الحمد لله، وراهي عندنا تركيبه مليحه ان شاء الله باذن الله. حنا ما نقولوش نلعبوا على الصعود ولا سيما ان شاء الله نلعبوا على المراتب الاولى ان شاء الله وتبدا البطوله. ما يخفالكمش بلي هذا العام في المرتبه الثالثه راه كاين فرق كبيره اللي سقطت، هودت ناسيونال دو هودت لتحتها كيما وداد تلمسان، اتحاد بلعباس، سعيده، غيليزان، هادو فرق كانوا الفوق. على بالكم بلي من يهودوا للدرجه الثالثه يهودوا شويه مجروحين. سما هذا العام ان شاء الله ما الموسم ما يكونش ساهل باذن الله. حنا رانا كوننا فريق ورانا في التحضيرات ان شاء الله باذن الله، نورمالمون راه عندنا فريق مليح الحمد لله، وننافسوا على المراتب الاولى ان شاء الله بظروف بالجهود الجميع كاع الطاقم الاداري الفني اللاعبين ان شاء الله، وحنا ماذا بينا نكونوا عائله واحده فريق مدني وهران. اسمح لي شفنا باللي مدني وهران يعاني كثيرا من غياب الدعم السلطات. الموسم الفارض كان عنده مشكل كبير في السيولة المالية، وهذا الموسم يعني نداءك للسلطات بما أن الولاية وهران خصصت ميزانية كبيرة أيضا لجمعية وهران لأندية الغرب بعد استيلاء المولدية وهران على شركة. يعني رسالتك للسلطات المحلية لدعم ناديك مديوني وهران؟ إن شاء الله أنا رسالتي من هذا المنبر الرئيس تاعنا اللي هو ولد عمي الرئيس بن عيسى شراكة، ما تلقاش هذه 5 سنين ما تلقاش إعانة من البلدية. واحد كلمة الحق يقولها يجبد غير من جيبه، ما كاش اللي يعاون السلطات، ما كاش اللي يعاوننا، ما كاش اللي يشوف فينا، سيتو حنا تحت تروازيام ديفيزيون. وفريق مديوني فريق عريق وعنده تاريخ وعنده اسم وفاتوا في اسماوات كبار. حنا ماذا بينا نديروا نداء للسلطات، الولايه، البلديه، ما ملا كاين كاش سبونسور ولا نجم يجي يعاون الفريق، ما كاش مشكل. ماذا بينا باش يكون الدعم، مين يكون الدعم المالي تنجم تخدم الاس في ارتياح، بصح كي ما يكونش كاين الدعم المالي تخدم مخنوق مزير. وعلى بالكم راه البطوله راهي طويله والمصاريف بزاف واللاعبين وكذا، وهذه حنا ماذا بينا ان شاء الله نمدوا نداء للسلطات لهذ المدينه تاعنا ولايه وهران والسلطات في الجزائر كاع. حنا ماذا بينا يشوفوا في هذا الفريق ويدعموه ويعاونوه كيما راهم داعمين شي فرق، ربي سهل عليهم. حنا نهضروا على الفريق تاعنا، ماذا بينا ان شاء الله باذن الله السلطات تشوف فينا ودعمنا باللي قادرين. حنا نقبلوا هذا الشيء ان شاء الله باذن الله، وتكون النداء تاعي ان شاء الله يوصل للمسائل هذه.